لكن خليني بداية أقول لك النهاردة كان في بروتوكول مهم في إطار الدور المجتمعي اللي النادي الأهلي بيهتم بيه الحقيقة. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي استقبل وفد هيئة تعليم الكبار لتوقيع بروتوكول بين النادي الأهلي وهيئة تعليم الكبار بموجبه يتم تأهيل وتعليم بعض العاملين في النادي في مقرات الأهلي المختلفة 240 فرد. بروتوكول يهدف إلى هذا الدور الحيوي المهم. تطوير الأداء ولا تعليم مهارات إيه؟ تعليم قراية وكتابة. قراية وكتابة. هيئة تعليم الكبار. الكبار؟ آه. ماشي، يبقى مش العاملين في النادي الأهلي، يبقى العاملين في النادي اللي محتاجين محو أمية. اللي محتاجين يعني مؤكد إن دي مبادرة طيبة. هتقول طب وأنت ليه بتعلم الكبار ما تركز على الصغيرين؟ لأن الكبير هو اللي بيعلم الصغير. فأنت لما يبدأ دي مثلا احد الحاجات اللي تبدو صعبه الى اقتراب المستحيل، اللي في التصور نفسه خلاص عدى مرحله التعلم، فيلاقي نفسه بيتعلم ويقدر يعلم، دي مهمه جدا. طيب، هو مشكله الاميه ازمه طبعا بتعيق حركه تنميه اي مجتمع، فكون رئيس هيئه العمل لتعليم الكبار الوفد اللي ضم الاستاذ او الدكتور عاشور احمد عمري رئيس الهيئه، الدكتوره ماجده خليل مدير وحده البروتوكولات، والسيد مسعد مدير المكتب الفني، والاستاذ ايهاب السعيد مدير العلاقات العامه. حضر المقابله مع الكابتن محمود الخطيب، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والاستاذ وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان. البروتوكول بيهدف زي ما المهندس عدلي اشار الى تنميه مهارات القرايه والكتابه والتعلم لدى 240 فرد من العاملين في النادي، العمال اللي التحقوا بالعمل في النادي من إدارات خدمية مختلفة وما كانش ليهم فرصة في التعليم. النادي بيقدر يعيد تأهيلهم تاني بالاتفاق مع هذه الهيئة الوطنية المهمة جدا اللي تحدث رئيسها الدكتور عاشور أحمد عمري. قال أنا سعيد جدا بوجودي في النادي الأهلي، سعيد بتوقيع هذا البروتوكول المهم مع الكابتن محمود الخطيب. دي خطوة تتسق مع التوجهات العامة للدولة والدور المجتمعي للنادي الأهلي نحو رؤية مصر 2030، بحيث تكون إن شاء الله خالية من الأمية. قال إن بروتوكول التعاون بيستهدف مساعدة العمال غير المتعلمين داخل النادي بالفروع الثلاثة على استكمال تعليمهم خلال فترة زمنية تتراوح من ست شهور لسنة. وقال إن المجال مفتوح لأعضاء النادي اللي عايزين يشتركوا في هذه الخدمة بحيث إن هم يساهموا في تعليم هؤلاء العمال، يعني أي حد عنده مهارات يقبلوا متطوعين يعني. أيوة، عنده القدرات التعليمية يقدر يساهم في ده بحيث يتم إنجاز هذا البروتوكول وإن إتمام هذا المشروع خلال ست شهور لسنة إن شاء الله. وأبدى سعادته رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بوجوده في النادي الأهلي، وقال إن النادي الأهلي بدوره المجتمعي بتأثيره الجماهيري بشعبيته الكبيرة التعاقد معاه أو الارتباط معاه يساعد كتير جدا في تفعيل هذا الدور في هذا البرنامج. شوف أستاذ إبراهيم، أنا مؤمن دايما وخصوصا في الفترات الأخيرة بأهمية التسويق. أنت لا تستطيع أن تنجز الأحلام الكبرى إلا إذا سوقت لها صح. فإن احتضان النادي الأهلي لأي مشروع هو تسويق جيد. الأهلي بما له من حجم وأهمية ودوره الريادي والقدوة لما يتبنى أي برنامج هيحطه على أرض الواقع في أكبر معرض الناس تشوفه وتقدر تلتحق بيه. هي خطوة تسويقية لهذا المشروع من خلال النادي الأهلي بإذن الله تكلل بالنجاح وتجيب أهدافها.